اللي انت حابه طبعاً. معوش بالسعر هذا ما تحكيليش انا الجمله سوق الجمله جبت فيه تو كيف جيتك منه. اي شخص يحتفل سلعه في ظل الظروف اللي نحن قاعدين فيها يبقى شخص ما عندهش قلب على المدينه ولا عنده روح الادميه. المقدم منصف الشبكي من مديرية أمن البيضاء في ليبيا هو بطل الأزمة الليبية مؤخرا، خصوصا بعد موقفه الذي حاز على إعجاب وتقدير عشرات الآلاف من الأشخاص. هذا الضابط الذي استهدف تجار الأزمات الذين استغلوا مأساة ليبيا لرفع أسعار السلع بشكل مفرط وغير مبرر على المواطنين، مستغلين الحاجة الملحة للناس من دون الأخذ في عين الاعتبار الحالة المأساوية التي يمر بها هؤلاء الأشخاص. المقدم منصف انتشر له هذا الفيديو بكثافة في اليومين الماضيين عندما كان يوبخ أحد التجار بسبب رفعه أسعار المواد الغذائية وتوعده بالحساب، لكن ظهر في فيديو آخر وهو يقدم النصح للسكان بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يسعى إلى رفع الأسعار على المواطنين، وقال بأن أي بلاغ يأتي في هذا السياق سيتوجه على أساسه فورا إلى التاجر المبلغ ضده وسيقوم بالقبض عليه. بكرة شيله وحطه في الحبس. المسؤولية التخسيرية تقع على المواطن الليبي. المواطن الليبي المفروض هو اللي يدخل جوا للمحل يسأل على الطماطم، بايش الطماطم؟ يقولوا له الطماطم ب 7 جنيه. يحط يبحث الروحة كان من مفوز الحصان وغادي. يمشي يعمد مركز البيضة المدينة ويفتح محطة ونمشي نجيبوه نحطوه في الحبس، وكان من مفوز الحصان وتعالجي يمشي المركز البيضة الجديدة ويفتح محطة ويتم إيداع بناء على تعليمات المحامي العام ورئيس النيابة. بالصبايا رامل في ناس جايين من دارنا فاقدين امبهاتهم، في واحد عنده 9 أولاد مريض اليوم ولم يعطوا فيه في حبوب، مريض نفسي جبناه جاوا يشحطوا منا في كليبشة بلد عقله. تاخذ لها طماطم تمشي تبيعنا ب7 جنيه، اتق الله في نفسك يا بنادم. يا عرب باشا الراجل.